لاعبين لأول مرة، واحد محترف في السويد وهو اللاعب جوناثان أتاميمي، وآخر محترف في اليونان حتى لو كان في عقوبة على شوي الذي يلعب هذه المباراة. هذا إلى الحارس محمد بشر، ورا الآن بالأمام رأسية والإبعاد، يعني الإبعاد يأتي للمنتخب الإبعاد مرة ثانية، مشاهد مرة ثانية كرة داخل المنطقة، قطع الكرة، يستخلص الكرة، كرة الآن عرضية إلى حمزة لتعادل سلبي. تبقى مع المنتخب الليبي، كرة عرضية، فرصة خطيرة ومرت بسلام، مرت بسلام هذه الرأسية من قبل اللاعب الليبي. شاهد الارتقاء بالرأس من قبل اللاعب.